هاني لقيتو، هاني لقيت الدقيق صراحه. غالبا ما كنلقاش ديال الدقيق القمح الكامل، ما كنلقاش خنشه ديال 5 كيلو الصراحه، كنبقى كنشري غير ديال كيلو كيلو كيلو. البنات اللي هنا في ايطاليا هاني لقيتو كيسولوني عليه بزاف. كاينه فارينا انتغرالي ديال هاد الماركيو هذا فرومينتا، لقيتها هي دايره 5 كيلو العبار ديالها. وباقي ما كملتش القائمة المشتريات البنات، خاصني صابون دوش انتما البنات. كناخد هذا الدوش رائع رائع رائع، ما نعاودش لكم الريحة ديالو شحال زوينة. انتما لقيت ديال أرغان، ديال أرغان وصلنا، أرغان وفانيليا كاع هادو الروايح ديالهم رائعين رائعين بزاف بزاف. ديال التوت كيحمقوني انا هاد الروائح هادو، يعني دائما كناخد منهم الصراحه زوينين بزاف بزاف. بالنسبه للبنات اللي كيفضلوا الشامبو يعني طبيعي بيولوجي، انا كنصحكم بهذا. انا جيت دابا لداك اللي كناخد ديال لالوي فيرا ما لقيتوش، لقيت غير هادو هما اللي بقاو. كنصحكم البنات بهادو، شامبان بيولوجي يعني خالي من جميع المواد اللي غير محبذة للشعر. وبالنسبه للحوم البنات اللي قبيله كنتو كتقداو معايا، بالنسبه للحوم وكيف ما كنت قلت لكم وانا في السوبر، نعاود نكرر لكم بالنسبه انكم مساله ديال التواريخ، انكم تعودوا تردوا مزيان البال التواريخ، يعني دائما التاريخ الجديد هما اللي تحاولوا تاخذوه. اليوم حنا عندنا 15 اكتوبر، عندنا اليوم يعني فاش تقديت هذا الشيء 15 اكتوبر 2016. التاريخ اللي عندنا هنا يعني التاريخ يعني اللي نقدروا مازال نستهلكوا فيه هاد اللحوم هادي لغايه 22/10، يعني انا لقيت 20 ولقيت ما قل من 20 18. فدائما دائما تعودوا تردوا البال انكم تاخذوا التواريخ جديده. كيكونوا بعد خطرات هاد لي فاسك كيكونوا دايرينهم لتحت، تيكونوا دايرين التواريخ القديمه من فوق، بحال هذا لقيت فيه 20 ولكن ما لقيتش يعني تاريخ جديد من غير 20 فهاد النوعيه هادي ديال هاد الرجيلات لي كوشي ديال الدجاج.